أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة بانوراما فيلم الجديد على النايل سات، وهي قناة مصرية مخصصة لبث الأفلام العربية، وهي إحدى قنوات بي أن سي الفضائية، وتعتبر من أشهر باقات القنوات وأكثرها نجاحا في مصر والوطن العربي، ولها جمهور كبير جدا. كما تشتهر قناة بي أن سي فيلم بعرض أفلام أفضل الأفلام العربية القديمة والحديثة، مع مراعاة التنوع وتقديم مجموعة واسعة من الأفلام العربية المختلفة كالرومانسية والأكشن والدراما والرعب وغيرها الكثير. قناة بانوراما فيلم هي قناة فضائية مخصصة في عرض الأفلام العربية، وهي واحدة من باقة قنوات بانوراما فيلم، وتعرض القناة أفلام الأكشن والكوميديا والأفلام الدرامية والأفلام الرومانسية، وتعرض كافة أنواع الأفلام لكي تتناسب مع جميع ميول المشاهدين المختلفة. وأصبحت القناة تحمل اسم بي أن سي فيلم بدلا من بانوراما فيلم، حيث حولت باقة بانوراما اسمها إلى بي أن سي منذ فترة، ولقد لاقى الاسم الجديد إعجاب العديد من المشاهدين، ولا زالت القناة تحتفظ بالاسم القديم ويتم تداول الاسمين في نفس الوقت. ومن الجدير بالذكر أن بانوراما فيلم تعمل على مراعاة القيم والعادات والتقاليد المتبعة في مصر والوطن العربي، فهي لا تعرض اللقطات التي تحتوي على مشاهد غير مناسبة أو تحتوي على أشياء مخلة بالأخلاق والآداب العامة. ويمكنكم مشاهدة أفضل الأفلام على تردد قناة بانوراما فيلم، التي تعرض عدد كبير من الأفلام على شاشتها لجذب جمهور أوسع. تردد قناة بانوراما فيلم 2022. يوجد ترددين على القمر الصناعي نايل سات. القمر الصناعي نايل سات التردد 12054. إذن التردد 12054، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة أستي. إذن القمر صناعي نايل سات التردد 12054، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة أستي. الآن نعرض عليكم التردد الثاني، القمر صناعي نايل سات التردد 10757، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة أستي. إذن القمر صناعي نايل سات التردد 10757، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD. اسم القناة على قائمة القنوات بانوراما فيلم، وملحوظة يمكنكم اختيار التثبيت التلقائي ليتم استقبال جميع القنوات الجديدة والقنوات الغير موجودة لجهاز الريسيفر. إذن يمكنكم اختيار التثبيت التلقائي ليتم استقبال جميع القنوات الجديدة والقنوات الغير موجودة لجهاز الريسيفر. وبذلك نكون قد عرضنا لكم قناة تردد قناة بانوراما فيلم الجديد وبعض المعلومات الخاصة بالقناة ومحتواها. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.